بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم، ان شاء الله في لا فيديو هادي نلقاكم بخير وعلى خير. لا فيديو تاع اليوم نشوفوا البنات كي نجيبوا الزيت جديد كيفاش نديروا مع الفيك ولا كيف التين المجفف، الطريقه الصحيحه باش تجمعيه وتستهلكيه كل يوم. قبل ما نبدا لا فيديو تاعنا، الصلاه والسلام على سيدنا محمد. البنات دوكا الوقت دوكا دونك عصروا الزيت، دونك الوقت تاع الزيت جديد من بين الوصفات الصحية وتاني مكملة باش يعني يتناولها واحد كبير ولا صغير ومجامي يندم عليها. هي الوصفات هذه ديريها وتخبيها وتجمعيها باش تستهلكيها طول العام، ما كانش وصفات صحية البنات كما هادو. دونك الحاجة الأولى البنات، عندك التين هذا البنات، دونك أنا هذا تاع العام اللي فات ماشي تاع العام هذا، قعدني في الفريجيدار قلت نشارك معكم الوصفة هذه. عندك التين الأسود وعندك التين هذاك البني. البنات التين الأسود صحي أكثر من الآخر، دونك كيفاش ديري؟ تاخديهم تمسحيهم مليح بالورق وتنحي القطمير هذاك اللي راه هناك، دونك يعني حاجة سهلة البنات. ومن بعد كيفاش ديري؟ دونك تاخدي وحدة، عندي هنايا هذا شوية رطب، مي هذا يعني كيفاش يقولوا صلب، هذا مليح. دونك نروح له برك بالعقل، ماشي حاجة زعما صعبة، ناخذ هكذا موس ونحي البو هذاك القطمير هذاك اللي راه هنا. دونك البنات نكمل العملية هذه ونمسحها اومام طون حتى نكمل هذا. ما قيستوش البنات، ما على باليش شحال كاين، بسك هذا ماشي قياس، ولا اللي عندك ديري بزاف ديري ما تندميش عليه. ومن بعد البنات باش نرطبو نفورو، درت الماء يفور، بعد شوفو لهنايا خلط بين زوج الانواع هادو ودرت لهم لاطا لمدة البنات 10 دقائق يوليكم طريين، 5 6 دقائق يبدا ديجا يطرى. هاوليك هي الطريقة اللي نستعملها، شوفو البنات كيفاش ولا. دونك البنات نحيه هنايا نخليه يبرد باش نكملو الوصفة نتاعنا. دونك هنايا خديت هكذا كيفاش يقولوا روبو تميكسي، خديته حتى بردني البنات وبديت نميكسي فيه. دونك ديري المقدار اللي تحبي وتبداي تميكسي، ولا سينو ما عندكش خدي برك هكذا هكذا موس البنات يقطع مليح، قطعيهم صغار صغار. نسحق هنايا البنات هنايا نزيد له جنجلان ونزيد له ونطحنه بزيت الزيتون، دونك نعاون الطحانه تاعي بزيت الزيتون ونستعمل جنجلان ثاني باش يجيكم صحي مليح البنات مليح. دونك كي تروحي ترحيه ماشي تعبزي برك يدك وتريحيه بالريحه، تروحي له برك بالعقل باش ما كيفاش يقولوا هاوليك القوام نتاعو. تحبي تحرحيه اكثر حرحيه اكثر، تحبي تقعدي هكذا تخلي هكذا. دونك انا خليته هكذاك البنات، كملت المقدار الثاني. فوالا قلت لكم كي ترحيو شويه برك حبسو، شويه برك بحبسو، تروحوا له بالعقل. دونك هاوليك المقدار اللي خرجني البنات، قلت لكم على بالي شاس كيلو ونص ولا جوج كيلو ونص، كيلو 700 ولا. دونك نحيت كلش درتو داخل الطبسيه، قلت لكم عاون تروحي بالزيت جديد. دونك هنايا الزيت كيما تحبي يجيكم يعني معمر بالزيت، باسكو الزيت هذاك مفيد، تشربيه صباح تاكلي به، تشربي به القهوه، ديري دي تارتين، تاكلي به بالخبز، ما كاينش حاجه صحيه كيما هذه البنات، جامي تندمي عليها هذا. ومن بعد ندير هنايا الجنجلان. البنات الجنجلان هذا انايا حمصتو ديجا، دونك الجنجلان هذا حمصتو ونزيدو نميلونجيه مع هذاك الزيت مع هذاك تاع التين المجفف. يعني حنايا المنطقه القبائليه نقولوا له افساسن. ها دونك نخلط مليح. حبيت نشاركها الوصفه هذه، قلت لكم بيسك دوكا وقت تاع الزيت، دونك ما ديروش العمليه هذه ومن بعد تندموا عليها. دونك انا كي جيت باش نديرها للدار قلت نبارطاجيها معكم البنات. خديت بلارات حقمتهم، ديريهم برك بالميكرووند ولا، ومن بعد نشفتهم مليح وفرغت الزيت هذاك بريتو التين هذاك في الداخل. حاوليك البنات خرجت هنا للبالكون باش نوريهم لكم كيفاش جا. دونك هاوليك دوكا البنات ناخذ الزيت، الزيت هذاك جديد ونبدا نفرغ فيه حتى نغطي كاع هذاك. فوالا تفرغي برك يتشرب، تفرغي برك يتشرب، فوالا تفرغي برك. سي بور سا ما غسلناش البنات اللي ديال ديبي باش ما يفسدلناش.
دونك انا كملت كاع البلاره نتاعي حتى نلقاها تغطات كاع بالزيت الزيتون. فوالا البنات، تفرغي وتستناي، تفرغي وتستناي حتى هنايا البنات سي بون. ما نزيدش البنات، قلت لكم تاكلي الزيت هذاك تستهلكيه بالخبز، ولا صباح كي معده فرغات شربي هكذاك مغرف صحي مليح البنات. من بين الوصفات يعني اللي تحمينا ضد هذو الامراض يعني الله يسترنا منهم. المخرج المقدار اللي خرجني البنات هاوليك شحال خرجني، 3 دولارات الله يبارك. دونك نفرغ لهذه ثاني، نعاود نفرغ للثانيه ثاني البنات. شوفوا حتى نغطيهم كاع بالزيت، الزيت القبيل الزيت الجديد. ان شاء الله برك تفيدكم البنات الوصفات هادو. نسيي نديروا وصفات صحيه ووصفات طبيعيه. القناه نتاعي طبخ وتتبير للعالم، صافي ندير الشيء اللي نديرو لولادي وليا، حبيت نبارطاجيه معكم. تغلقي على البلاره تاعك، ديري عليها ليزيتيكات وتجمعيها وتستهلكيها لمده عام كامل، ما تعطيها لواحد، يعني صدقه جاريه. ان شاء الله برك تعجبكم الوصفه هذه. السلام عليكم.